اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاكارم في هذه الحلقه الجديده التي نقدمها لكم في برنامج كل الحكايه من قناه الايام. واشنطن وتجاره الحرب هو الموضوع الاساسي الذي سوف نتحدث عنه اليوم مع ضيوفنا من الولايات المتحده الامريكيه، فاهلا. مسدسات وبنادق، رشاشات، قنابل وقاذفات، أياً كان نوع السلاح خفيفاً أو متوسطاً، هذه الشركة تؤمنه بأرخص الأسعار، والتوصيل مجاني بما يفوق خدمات الدليفري المقدمة حتى من مطاعم البيتزا. هناك شرط واحد، لا يتضمن في بعض الأحيان أن يكون المشتري قائد ميليشيا أو عصابة، بل يكفي أن يكون مقيماً في أحد دول العرب المنفلتة أمنياً وقادرا على التواصل مع أحد فروع شركة الأسلحة الأقذر في العالم المنتشرة منتجاتها من الأسلحة في سوريا ولبنان والعراق وليبيا، موسومة بأحرف DDG دلالة على اسم الشركة دلتا ديفنس جروب المجهولة حتى اليوم مع وجود دلالات على ملكيتها من إسرائيل. فما قصة هذه الشركة التي باتت أحد أخطر شركات الأسلحة المجهولة بالعالم؟ الحكاية بدأت من سوريا مع الطلب الهائل على الأسلحة عندما كانت كل المجموعات المسلحة المعارضة منها لنظام بشار الأسد والموالية والحليفة له تحاول حسم المعارك لصالحها وترسيخ السيطرة على أماكن نفوذها، ما أدى لغمر المنطقة بكميات كبيرة من الأسلحة المصنعة من الشركات الأوكرانية والروسية والتركية والصينية قبل أن تظهر أسلحة غير معروفة المصدر أو المصنع أو بلد المنشأ، على رأسها المسدسات والبنادق غير المتعارف عليها من قبل أي مصنع للأسلحة النارية. مع ظهور شعار دلتا ديفنس جروب على كل بندقية ومسدس ليشتهر حينها من مسدسات شركة DDG المسدس C6 بالحجم الكامل الكبير و C5 المصغر، وقد تم تصميم كلاهما بشكل عصري معدل من طراز CZ75 على منوال تصميمات شركة سارسيلماز التركية أو تانك فوليو الإيطالية أو IWI الإسرائيلية. وقد عمدت شركة دلتا ديفنس جروب لتصميم المسدسين بطريقة تمكنها من العمل بآلية مزدوجة أحادية الفعل تستخدم مطرقة تشابه المستخدمة في CZ75، لكن مع اختلاف الأنبوب المعدني الذي بات أقل كلفة بمسدسات DDG ومحاطا بإطار من البوليمر على غرار تصميم مسدسات غلوك، ما يقلل من التكاليف الكلية مقارنة بمسدسات CZ75 المؤطرة بالمعدن، ما جعل هذه المسدسات خياراً مفضلاً بتكلفة أقل رغم وجود خصائص إطلاق نار مناسبة فعالة مقارنة بمسدسات فورت 14PP الأوكرانية ومسدسات MP446 الروسية التي كانت منتشرة قبلاً. وبحسب تقارير متخصصة لخبراء أسلحة، تفوقت مسدسات دلتا على نظيرتها الصينية طراز نورينكو MP20 جراء فعالية إطلاق النار والشكل المريح للقبضة. ومع انتشار مسدسات دلتا واعتبارها أحد أفضل خيارات السوق السوداء، ظهرت فيما بعد بنادق ورشاشات مصنعة من دلتا ديفنس جروب قبل أن تعج السوق السورية وبعدها العراقية والليبية ثم اللبنانية بكل منتجات الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة التابعة لهذه الشركة، حيث استوردت المسدسات بشكل قانوني إلى العراق قبل نقلها إلى السوق السوداء، كما ظهرت البنادق الرشاشة ممهورة بشعار دلتا في ليبيا. ينتقد الكثير من المراقبين للسياسة الدولية استراتيجية واشنطن في دعم الاصطفافات السياسية والتي في نهاية الأمر تصل إلى إشعال فتيل مواجهات عسكرية. ومنذ الحرب العالمية الثانية نلاحظ مشاركة القوات الأمريكية وحضورها في عشرات العمليات العسكرية بأشكال مختلفة حول العالم، وهذا الانتقاد تجدد مرة أخرى من قبل وزراء خارجية روسيا والصين إلى جانب وجود دعوات داخلية في المجتمع الأمريكي للالتفاف إلى البنى التحتية بدلا من الاستثمار في الحروب.
فهل الحروب تعتبر تجارة مربحة لواشنطن أم أن الأمر لا يتعلق فقط بالمكاسب المادية والمالية؟ هذا ما سوف نناقشه في حلقة اليوم من برنامج كل الحكاية مع ضيفينا الكاتب والصحفي السيد تشارلز أورتيل، وكذلك معنا الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA السيد سكوت بينيت. أبدأ معكم سيد تشارلز أورتيل. الناشطون في مجال السلم الدولي يعتقدون أن واشنطن وبدلا من أن تقوم بترميم البنى التحتية داخل البلاد تقوم بدفع الأموال والاستثمارات إلى منطقات النزاع حول العالم والاستثمار في الحروب. برأيك هذه السياسة أو الاستراتيجية التي تتبعها واشنطن هي مربحة لها أكثر من اهتمامها في الداخل الأمريكي؟ Well, I think that the as Dwight Eisenhower. حسناً، أعتقد أنه مثلما حذر آيزنهاور الرئيس الأمريكي الشهير في كانون الثاني يناير عام 1961 من الاهتمام بالمجمع الصناعي العسكري، فإن حجم مجمعنا الصناعي العسكري والإعلامي والأكاديمي الضخم للغاية ويحتاج إلى رعايته. لذا لسوء الحظ سمح الشعب الأمريكي لهذه المجموعة بالمشاركة في صراعات عسكرية كبيرة وهي مدمرة لم تتم مراقبتها بشكل صحيح والتحقيق فيها بعناية، وهذا الأمر يعود إلى الوراء. نعم، سؤالي لكم سيد سكوت بينيت، يعني هذا الموضوع هو الاستثمار في الحروب وفي نقاط النزاع بدلا من ترميم البنى الداخلية البنى التحتية في الداخل الأمريكي، خاصة يعني في ظل ما تم من تسليط الضوء عليه هذا الموضوع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود تردي في الخدمات وفي البنى التحتية في البلاد، ولكن مع بدء حرب أوكرانيا بدأت واشنطن بالاستثمار ودفع مبالغ مرتفعة جدا لإطالة أمد الحرب، لماذا هذا الأمر؟ حسناً، المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو جمعية سرية كبيرة تديرها الحكومة وتوظف مسؤولين حكوميين عند تقاعدهم وتطعم المسؤولين العسكريين السابقين بالموت والدمار عند تقاعدهم، وهم بحاجة إلى الكثير من المال. ولهذا السبب فإن يحرص الكونغرس الأمريكي دائما على دفع المال للمجمع الصناعي العسكري لبناء الصواريخ وكذلك الدبابات والطائرات والرصاص والبنادق وما شابه، ثم توزيعها وتوزيع هذه المسألة في جميع أنحاء العالم كجزء من الديمقراطية. وبالتالي فإن الإمبراطورية الأمريكية هي آلة موت فاسدة ليس له سيطرة وقد خرجت عن السيطرة، ويهدد حقا أمن الولايات المتحدة عندما تبدأ الحرب في جميع أنحاء العالم. لذا فإن الافتراض العام بأن المجمع الصناعي العسكري يتطلب الكثير من المال لبنيته التحتية هو افتراض دقيق تماما، وإن أحد أكبر التهديدات البشرية التي يواجهها العالم حاليا هو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. بالحديث عن هذا الموضوع سيد تشارلز أورتيل، الحرب الحالية في أوكرانيا يعني وفقا لتصريحات حتى من الجانب الأمريكي تؤكد بأنه ما يتم إرساله من أسلحة ومساعدات إلى كييف في نهاية الأمر لن يكون مساعدا في تحقيق نصر عملي على أرض الواقع ضد موسكو. إذن لماذا يستمر إرسال هذه الأسلحة وهذه المعدات؟ لماذا يتم العمل على إطالة أمد الحرب ما دام أن هذه المساعدات لن تصل إلى الهدف الذي تريده كييف وهو الانتصار في هذه الحرب وكما يمكن وصفه إخراج القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية؟ ولكن هذا الأمر بناء على ما تحدثت عنه حتى المسؤولين في واشنطن يؤكدون أن هذه الأسلحة
لن تغير المعادلات على أرض الواقع، فلماذا يستمر هذا القطار من المساعدات العسكرية؟ حسناً، من الصعب جداً تحديد ما هي استراتيجيتنا في أوكرانيا، ويعتقد أن الشعب الأمريكي في هذه المرحلة يشاهد جو بايدن ويتخلى عما أسميه أفغانستان. الأسلحة البالغة 85 مليار دولار التي يمتلكها دافع الضرائب لدينا لم يفعلوها حقا، حتى دفعوا ثمنها، شاهدوا لأننا اقترضناها للحصول عليها. الأمر ترك في مناحي خطيرة للغاية، لأكون صادقا، حيث تكون أكثر خطورة وجيران أفغانستان أكثر خطورة. كنت أعتقد أن الناس على اليمين واليسار يقولون لا، انتظر دقيقة، هؤلاء الأشخاص غير أكفاء، يجب على الأقل مراقبة أو مغامرة عسكرية أو اقتصادية كبرى، يريدون متابعتها عن كثب. وفي الواقع لم يتم النظر في عملية الصراع الحالية في أوكرانيا على الإطلاق، وأنت على الأرجح على حق. أعتقد هؤلاء باعتقاد الاستراتيجيين في الذراع المشتركة، ربما مع القليل من الخبرة العسكرية، أن إطالة أمد الصراع سيكون فكرة جيدة، وبذلك من الناحية النظرية أنت تضعف روسيا بدون أن تكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين كانوا في أوكرانيا لفترة طويلة، لقد عانوا من هذه الأفكار. هذا هو المكان الذي بالكاد غطت فيه الولايات المتحدة وحلفائها في عهد بايدن مجدهم، وأنا لا ألقي الكتاب فقط أو المسؤولية فقط على بايدن، يعود هذا إلى أيام الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في السياسة الأمريكية. نعم، أعود إليك مرة أخرى سيد سكوت بنت، حول هذا الموضوع برأيك لماذا يستمر هذا الدعم العسكري لكييف وإطالة أمد الحرب في أوكرانيا بدلا من الدفع نحو الجلوس حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل سلمي وسريع وإيقاف هذه المواجهات العسكرية التي في نهاية الأمر كما تحدث السيد تشارلز أورتل هي على حساب المواطنين في أوكرانيا، يتم إطالة مدى الحرب وليس هناك أي مكاسب عسكرية حقيقية أو يمكن أن نقول أنها غيرت المعادلة القائمة في الحرب بالرغم من استمرار وصول هذه المساعدات من حلف الناتو ومن واشنطن. كيف ترى أنت هذا الأمر؟ حسنا، الولايات المتحدة ضد إرادة الشعب الأمريكي. لاحظ أن غالبية الشعب الأمريكي لا يريد أن يكون له أي علاقة بأي صراع في أوكرانيا ضد روسيا. هذا الجزء بأكمله يديره الديمقراطيون، وبايدن هو ضد إرادة الشعب الأمريكي، وهو حقا مجمع صناعي عسكري يريد جني الأموال من أجل حرب مصطنعة، وهم يحاولون جر روسيا إلى مستنقع فيتنام. صراع بطيء ودائم ولا ينتهي، حيث تستخدم الولايات المتحدة أوكرانيا فقط كلوحة شطرنج وتحاول إضعاف روسيا حتى يتم تغيير النظام هناك. إنهم ينتهكون الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة أو الأسلحة الكيميائية البيولوجية. تدير الولايات المتحدة مختبرات بيوكيميائية في أوكرانيا وتنتج أسلحة تستهدف تسلسل الحمض النووي للشعب الروسي السلافي، وهذه جريمة ضد الإنسانية. هذا الأمر حصل بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك اعتقدت الولايات المتحدة في جلسات الاستماع في نورنبرغ أن الطبيعة الاستثنائية لذلك ستسمح لها بالمرور
دون أن يلاحظها أو يلاحقها أحد، وستسمح لها بمواصلة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية. هناك احتمال حقيقي للغاية أن يكون فيروس كوفيد-19 قد أطلق في نشأته في ووهان في الواقع من مختبرات الأسلحة الكيميائية الحيوية البيولوجية التي استخدمتها الولايات المتحدة في أوكرانيا لتطوير أسلحة ضد روسيا. لذلك يتم الآن نشر كل هذا مع الوثائق التي يمتلكها الروس، وأعتقد أننا سنرى قريبا شكاوى جنائية في المحكمة الدولية وفي الأمم المتحدة، حيث تتضافر وتدعو إلى إجراء تحقيق جاد للغاية في هذه الجريمة. لكني أعتقد أن روسيا قد انتصرت بشكل أساسي في حرب أوكرانيا، فقد أنقذت البنية التحتية المدنية ولم تضر بشبكات الكهرباء أو موارد المياه أو أي أمور للحياة المدنية. أنهم ببساطة يستهدفون الجيش النازي اليميني والعناصر الفاشية الذين يرتكبون إبادة جماعية ضد الشعب الروسي في شرق أوكرانيا منذ عام 2014. يتعرض سكان شرق أوكرانيا للذبح في إبادة جماعية على يد حكومة زيلينسكي المدعومة من الغرب، وكلهم مجرد دمى في يد الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أرجو منك أن تتفضل بالبقاء معنا السيد سكوت بينت، وكذلك أرجو من السيد تشارلز أورتر أيضا أن يبقى معنا، وننتقل معكم مشاهدين أيضا لمتابعة هذه الفقرة التي أعدها فريق عمل البرنامج حول موضوع هذه الحلقة من كل الحكاية، ونعود لمواصلة هذا الحوار لنتابع معنا. من جديد أهلا بكم في برنامجنا هذا لهذا الأسبوع كل الحكاية، وحديثنا حول الاستثمار الأمريكي في الحروب حول العالم. نرحب بكم مشاهدينا ونرحب بضيفينا في من الولايات المتحدة الأمريكية. معنا في هذا البرنامج السيد تشارلز أورتل الكاتب والصحفي الأمريكي، وكذلك الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية CIA السيد سكوت بينت.
سيد تشارلز أورتل، أبدأ معك مرة أخرى في حديثنا وأسأل عن موضوع المكاسب المادية. هناك من يقول أن واشنطن تحقق مكاسب مالية كبيرة عبر بيعها للأسلحة، عندما يتم هناك عندما إشعال فتيل لمواجهة عسكرية في نقطة ما حول الأرض يتم إرسال الأسلحة الأمريكية، وبالتالي مكاسب مالية كبيرة تحصل عليها واشنطن من خلال هذا الموضوع، ومن مصلحتها أن يستمر النزاع أكثر حتى يكون هناك طلب أكبر على المعدات والأسلحة. هل تتفق مع هذه الفكرة؟ أعتقد أن ما تطرحونه والحقائق غير صحيحة. فلا شك، أولا وقبل كل شيء، الاقتصاد الأمريكي كبير جدا في الداخل. نحن لا نعتمد كثيرا على الصادرات، وصحيح أن الأنظمة العسكرية والطائرات التجارية والعسكرية هي حسابات لنسبة كبيرة من إجمالي الصادرات الموجودة لدينا، لكن إجمالي صادراتنا يمثل نسبة صغيرة من استهلاكنا المحلي واستثماراتنا المحلية. لذلك برأيي ليس صحيحا أننا دولة حرب مربحة. بالإضافة إلى هناك، فإن قطاع الطاقة لدينا قبل أن يحاول الغلاف الجوي إيقافه، أعتقد أننا كنا أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، هذا حتى عام 2019. وفي عام 2020 بالطبع كان لدينا وباء، ثم لدينا وباء آخر، وجو بايدن الاقتصاد الأمريكي مشغول للغاية بشراء وبيع الأسلحة العسكرية. هل هذا سؤال صحيح؟ لا، بكل تأكيد أقول لكم نعم يوجد، لكنها لا توجه اقتصادنا بأجمعه. صحيح أننا نبيع الأسلحة، ولكن ليس كل اقتصادنا هو الأسلحة. سنعود إلى هذه النقطة سيد تشارلز. سيد سكوت بنت، قبل الفاصل وقبل مشاهدة هذه الفقرة سويا، تحدث عن موضوع المختبرات البيولوجية والأسلحة البيولوجية وما إلى ذلك. يعني ما الدور الذي تلعبه هذه المختبرات من وجهة نظرك، وما هي رؤيتك بالمجمل حول انتشار المختبرات البيولوجية؟ Well, the United States is very good at blackmailing people, bribing them. حسناً، أمريكا بارعة جداً في ابتزاز الناس ورشوتهم وتصويرهم وتعريض المواقع للخطر. يشارك الإسرائيليون دائماً في هذا النوع من العمليات الاستخباراتية. تم الكشف مؤخراً عن جيفري أبستين في الولايات المتحدة كعميل إسرائيلي، وكذلك كان لين ماكسويل استهداف واعتقال القادة الغربيين في عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال. لذا فإن الولايات المتحدة جيدة جدا، وهي تعمل بشكل جيد في الابتزاز في مجال الرشوة والتهديدات الإجرامية. ولا شك في أنهم أجبروا السويد وفنلندا على الانضمام إلى ناتو من خلال تهديد عائلات السياسيين الرئيسيين أو التهديد بالكشف عنهم. لذلك لا يقوم الغرب التوظيف على أساس الفضيلة ولا على أساس الحرية ولا على أساس الأمل أو السلام أو أي طريقة معقدة لتحسين العالم. وبدلا من ذلك تسعى الولايات المتحدة إلى التنمر على دول مثل يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وسوريا وليبيا وتدميرها إذا لم تنحى الدول أو تتنحى من هذا الجانب وتصبح جزء من حكومات الإمبراطورية الأمريكية. هكذا تكون، فإن الولايات المتحدة ستذهب وتدمر الأمم. هذه هي المعامل الكيميائية للأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، هم في أفريقيا، في جنوب شرق آسيا، لديهم مسار بحث للتأكيد العالم. وبدلا من ذلك تسعى الولايات المتحدة إلى التنمر على دول كما قلت سابقا كانت يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وسوريا وليبيا وتدمير هذه البلدان. إذا لم ينحني الغرب ركبتيه
هو يصبح جزءا من حكومات الإمبراطورية الأمريكية، فإن غرب الولايات المتحدة سيدمر البلدان. هذه المختبرات الحيوية الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية منتشرة كما قلت في أوكرانيا، في إفريقيا، في جنوب شرق آسيا. هم يطورون أسلحة يمكن استخدامها لاستهداف مجموعات محددة، وبطبيعة الحال تم استهداف الروس والحمض النووي للروسيين، ووجدنا أدلة على جريمة الحرب هذه. ولا شك أنهم كانوا يطورون أيضا أنظمة أسلحة لاستهداف الشعب الإيراني، الجينيوم الإيراني، سمات الحمض النووي الإيرانية الخاصة بهم، ربما تم اختبارها بالفعل أكثر فتكا للشعب الإيراني، وأعتقد أنهم قد يفعلون ذلك حتما للصينيين في آسيا. لذلك كوفيد-19 هذا الفيروس كان باستخدام الهباء الجوي لجعل الولايات، فإن الولايات المتحدة تستخدم سرا أسلحة كيميائية بيولوجية، وتتابع أيضا برنامجا لتقليل عدد السكان في العالم. إذن هذا هو ما تمثله السياسات البارزة للعولمة والمؤسسات العالمية مثل مؤسسة جورج سورس ومؤسسة المجتمع المفتوح ومؤسسة كيلينتون وبارك أوباما ومجموعة دافوس ومجموعة بيلدر بيرجر ومجموعة روتشيلد وأعضاء الطائفة اليهودية الصهيونية المحافظين الجدد في العالم. إنهم يتابعون خطة لتجريد العالم من إنسانيتهم واستخدام الأسلحة البيولوجية واللقاحات الكيميائية للقيام بذلك. بيل غيتس مجرم سيء السمعة، يصيب أعدادا كبيرة من الأفارقة والهنود بلقاحات تؤدي في الواقع إلى شلل الأطفال والوفاة، وهو الأمر الذي أثير في مختلف الحكومات حول العالم مثل إيطاليا، حيث يتهمها بيل غيتس بالحرب. لذلك هذه هي اللعبة الكبيرة من الحرب البيولوجية والكيميائية والتحصينية لتقليل عدد السكان ولإضعاف الدول الأخرى لتصبح أكثر عرضة للثورات الملونة وللانقلابات، وهذا ما يحاولون فعله مع روسيا. وأعتقد أن روسيا تتفهم ذلك وتدافع عن نفسها بشكل صحيح، ولكن في أوروبا سنرى الانهيار الكامل لليورو والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأعتقد أن كل اللاجئين الذين قادموا إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط هم عناصر، إنهم انفجار مطلق يؤدي إلى الانهيار الكامل للمجتمع. نعم. سيد تشارلز أورتل، تحدثت قبل قليل عن أن المكاسب المادية والمالية ليست هي الغاية الأولى من إطالة أمد الحروب من قبل واشنطن. هناك يعني تساؤلات حول هذا الموضوع. في الآونة الأخيرة شهدنا هذا الكم الكبير من إطلاق النار العشوائي والقتل العشوائي للكثير من المواطنين الأمريكيين، ولكن لا تزال شركات إنتاج الأسلحة وكذلك السياسيين الذين يدعمون هذه الشركات يعارضون أي قانون يحد من تجارة الأسلحة في أمريكا حتى على المستوى الداخلي. كيف ترى أنت هذا الموضوع؟ Every nation has its own unique history. لكل أمة تاريخها الفريد، وفي الولايات المتحدة التي كانت كما تعلم تحت الحكم البريطاني، إذا ذهبت بالتحديد إلى التاريخ البريطاني وألقيت نظرة على الفترة من 1626 إلى 1649 إلى 1660، فسترى أن مؤسسي الولايات المتحدة لديهم تجربات مغادرة، وقد كان هذا البلد يذهب النظام الملكي إلى الجمهورية التي سرعان ما أصبحت طغيانا. لذلك أراد المؤسسون التأكد من أن الشعب سيكون له السيطرة فعالة على حكومته، وهذا هو السبب الرئيسي للتعديل الثاني.
لا يتعلق القرار فيما إذا كان بإمكانك الصيد بمسدس أو التصويب بمسدس، للتأكد من أن الحكومة تدرك أن الناس لديهم القوة ويمكنهم مقاومة الاستبداد. ولهذا السبب عندما تأتي إلى هذا السؤال، في الواقع حدثت قصة حديثة هنا في فينيكس. جاء رجل ذهب إلى المتجر وضرب المرأة الحامل في وضح النهار بلكمها وركلها. هل نعتقد أنه إذا أردنا أن نقول أن على جميع الرجال قطع أيديهم وأرجلهم فسيتم حل العنف؟ هذه هي الحجة التي يستخدمها الناس بالبنادق في هذا البلد. لا يمكنك شراء سلاح دون المرور بعملية الفحص. الغالبية العظمى من الناس تتفاعل بالسلاح ضد الآخرين بشكل سلمي وتوقف العنف. نعم، يحصل الناس على أسلحة بشكل غير قانوني. نعم، يستخدم المجرمون الأسلحة في الصراع، لكن فيما يتعلق بالتفاعلات التي يجريها الناس في هذا البلد كل يوم، أي 335 مليون شخص في هذا البلد، فهو بلد هادئ للغاية. وفي أجزاء من البلاد حيث قوة الشرطة خفيفة لأن الأجزاء فقيرة جدا والمجرمون هناك. إذا حملت السلاح في تلك المنطقة أعتقد أن العنف سيزداد سوءا. إذن هذه وجهة نظركم سيد تشارلز، أشكركم جزيل الشكر عليها. وسؤالي الأخير لكم سيد سكوت بنت، يعني في الآونة الأخيرة شاهدنا انتشار ووصول الأسلحة الأمريكية إلى أيدي جماعات متطرفة، سواء الآن في حرب أوكرانيا أو في نقاط مختلفة أخرى حول العالم عبر الديب ويب أو الدارك ويب وما إلى ذلك. برأيك هل وصول هذه الأسلحة أو هذه المعدات العسكرية المتقدمة إلى مجموعات متطرفة حدث بالصدفة أم أنه أمر مقصود؟ حسناً، الولايات المتحدة عادت إلى الحياة من جديد، لكن بالموت والدمار والإرهاب وسفك الدماء والحرب والإرهاب، فهي جيدة للتجارة في المجمع الصناعي العسكري. ليس لديهم شعور بالحفاظ على الذات، أي إنهم في الحقيقة طائفة في نظام تنظيمي. مقاولو الصناعة العسكرية هم نظام وسكان وأداة للموت. لذا فإن الإرهاب الآخذ في التصاعد والحروب الآخذة في الاتساع والصراعات الدائرة من اليمن إلى سوريا إلى أوكرانيا إلى ليبيا، كل هذه المسارات والمسارح لا معنى لها بالنسبة للمجمع الصناعي الأمريكي أو هاملتون أو نورثوب غرامان أو بوز آلين الأمريكي، لأن مقرهم الرئيسي لم يتأثر في هذا الأمر. الآن إذا كانت مقرات، إذا تم قصف أو تدمير أو حرق هذه المقرات، لينكولن جروب أو أي من هذه المجموعات الأخرى، فإن SAIC أو بوينغ فجأة أو ضحية طاعون أو نوع من الطاعون، إذا انتشر هذا المرض كسلاح كيميائي، عندها سيرون بشكل مباشر وشخصي أن الفوضى والفوضى التي يشنونها حول العالم ليست بعيدة عن أبوابهم، وربما لكبح جماح أكلي لحوم البشر الانتحاريين الذين هم في الحقيقة فقط من أجل الربح، وأنهم يلتهمون أموال العالم، وهذا يجب أن يحدث. وهم أيضا ينشئون دولة بوليسية في المجتمع الغربي، ترى ذلك في أستراليا وكندا وبريطانيا وأمريكا مع الحجر الصحية وإرهاب شعوبهم. نرى أيضا أن القادة السياسيين مثل بوريس جونسون يفقدون كل إيمان شعوبهم. وبالنسبة لجوستين ترودو، الأمر نفسه ينطبق على بايدن المتخلف عقليا. كل هؤلاء القادة الزائفين في كندا، في أستراليا، في الولايات المتحدة، في بريطانيا ينهارون جميعا، وهذا يعود إلى حد كبير بأنفسهم. هم الذين شنوا الحرب الاقتصادية ضد روسيا في السنوات العشر الماضية، ضد إيران في السنوات السابعة أو الثمان الماضية،
إن لم يكن أكثر، كانوا هم الذين تسببوا في الفوضى في أوروبا مع الهجرة الجماعية للاجئين من الشرق الأوسط المدمر. كل قادة العالم هؤلاء، جونسون وماكرون وميركل وترودو وبايدن، هم مجرمو حرب لشعوبهم، وكل الدمار الذي أحدثوه على الأرض يقع بالضبط على أكتاف هؤلاء القادة المهوسين الزائفين، وأعتقد أن وقتهم قد انتهى. نعم، أشكرك جزيل الشكر الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية CIA السيد سكوت بينت، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من أمريكا كان معنا الكاتب والصحفي الأمريكي السيد تشارلز أورتل. شكرا جزيلا لكما ضيفينا في هذه الحلقة من برنامج كل الحكاية. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى فقرة العالم الافتراضي مع السيدة شبيب، وكيف تناول العالم الافتراضي هذا الموضوع وتطرق إلى التدخل الأمريكي في نقاط النزاع وكذلك التجارة أو الاستثمار في الحروب. نتابع معا. نرحب بكم مشاهدينا في برنامج كل الحكاية وإلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر تجارة الأسلحة واحدة من أكثر الأسواق المربحة للدول العظمى. تظهر الأبحاث التي أجرتها مؤسسات مثل مركز ستوكهولم لأبحاث السلام في السويد أنه في السنوات الأخيرة كان لخمس دول، هي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا وفرنسا، أكبر نسبة تبادلات اقتصادية في مجال التسلح. في هذا الصدد، عائدات مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دول الشرق الأوسط آخذة في الارتفاع، ويحاول السياسيون في البلاد تعزيز مبيعات المعدات العسكرية لبلادهم من خلال التحريض على الحرب في المنطقة. تكرس البلدان الآن جزءاً كبيراً من تطوير نظامها الاقتصادي في مبيعات الأسلحة والذخيرة، وتجني مليارات الدولارات من بيعها الأسلحة أو من بيع الأسلحة سنوياً. ووفقاً للبنك الدولي، يعتمد أكثر من 16.4% من الاقتصاد الأمريكي على تصنيع الأسلحة ومبيعاتها، وبدون إنتاج السلاح سيهدر جزء كبير من عائدات الحكومة الأمريكية ويذهب أدراج الرياح. وصلنا معكم إلى ختام حكاية أخرى من برنامج كل الحكاية، على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع موضوع آخر نتطرق فيه إلى الأوضاع سواء الداخلية أو الخارجية المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وإلى ذلك الحين، دمتم بأمان الله وحفظه.